طبعا معاني رئيس دولة رئيس الوزراء أكد على أولا إعادة الانضباط في المدارس مرة تانية، إن شاء الله هنحاول نعيد الانضباط بآليات جديدة إن شاء الله بإذن الله، وهيكون قرار إن شاء الله بإنشاء جهاز اسمه جهاز التفتيش والرقابة وتقويم الأداء علشان يتابع المدارس بمنتهى الدقة ونشوف مدى انتظام العملية التعليمية. ده أول حاجة. أيضا المناهج، إحنا هنعمل مصفوفة للمناهج ماتريكس ونشيل كل التكرار اللي موجود في المناهج سواء كان بالشكل الأفقي أو التتابع الرأسي. ايضا بالنسبه للابنيه التعليميه ان شاء الله باذن الله احنا هنعمل خريطه للابنيه التعليميه في مصر واولويات الايه، الصيانه اللي محتاج صيانه سريعه وهنعمل لها صيانه بسرعه، وهنعمل لها زي داتابيز عندنا موجوده في الوزاره توضح كل مدرسه وايه كثافتها، واذا حبينا ان احنا نقلل الكثافه ايه الحلول المقترحه لتقليل هذه الكثافه، هل هتبقى داخل المدرسه نفسها او هتبقى مدرسه قريبه منها. مع الوزير عفوا المقاطعه، كثيرا ما كانت تتهم في السابق وزاره التربيه والتعليم انها فيها بعض بقايا جماعه الاخوان المسلمين، هل حضرتك كان في حديث مع رئيس الوزراء بهذا الامر، وهل في رؤيه في ذهن حضرتك لمعالجه هذا الامر؟ طبعا يعني اي حد يعني هيكون بيبث افكار يعني ترتبط بافكار غير مرغوب فيها او افكار ارهابيه او مرتبطه باي تنظيم سوف يتم التعامل معها باجراءات قانونيه، سواء كان يعني بيبعدها من وظيفتها، بس خاصه المدرسين، انا بركز على المدرسين، مدرسين لازم يكون ما لهمش اي توجه لأي تنظيم أو أي جماعة، ولكن توجههم أصلا لمصر والوطن، وهو ده التوجه، الانتماء لمصر، وده أهم حاجة. وإذا كان أي مدرس هيتجاوز في هذا الأمر سيتم إحالته إلى وظيفة إدارية فورا. مصير المدارس التي كانت تابعة لجماعة الإخوان المسلمين فهل هي الآن أمام منصة القضاء؟ طبعا هي طبعا اتخذ فيها إجراءات، وزي ما حضراتكم عارفين إن احنا عملنا فيها مجالس، وفيها مجالس مختلفة عن اللي كانت موجودة، مجالس حتى مشارك فيها أولياء أمور الطلاب نفسهم ومسيطرين عليها الآن، وسميناها لو تتذكروا اللي هي مدارس 30 يونيو. شكرا يا فندم. دلوقتي هل من المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية وفي أساتذة وعلماء أفاضل في شعبة بحوث المناهج لمراجعة هذه المناهج وبصفة خاصة مناهج اللغة العربية علشان نحذف أي شيء ممكن يكون زي ما نقول يعني يدعو إلى العنف أو أي شيء آخر مخالف لأي يعني عاداتنا، عايزين نقول وتقاليدنا وقيمنا وولائنا لمصر.